التيار الصدري ما يريدهم. التيار الصدري بسبب وجود المالكي لا يريد أن يتحالف مع الإطار التنسيقي. هنا نسأل، ووجهة نظرك سيد أحمد، هل يمكن أن يلين موقف السيد مقتدى الصدر اتجاه المالكي كما لان سابقا؟ إذا تذكر في الدورة الانتخابية الثانية للسيد المالكي الحكومة الثانية أيضا كان لديه موقف شديد جدا تجاه المالكي وبعد ذلك يتغير، هل يمكن أن يلين هذا الموقف اليوم؟ يعني وارد جدا استاذ، يعني في السياسه انا قلت لحضرتك هناك ارادتين الان، وانا برايي اذا كان المنطق هو كسب الايرادات الجميع سيكون خاسرا حتى وان حقق مكسب وقتي. يعني على سبيل المثال انا هنا ساتجرد من صفتي الحزبيه، ساتحدث معك كمراقب سياسي وكمواطن عراقي يهمه ما يحصل في بلدي. هناك ارادتين موجوده، كسر الايرادات سيكون الخاسر، يعني الطرف الذي يسعى لكسر اراده الاخر سيكون خاسر حتى وان حقق مكسب وقتي. لذلك هناك مساحة بينية موجودة، كل شيء قابل للحوار. مثلا قانون الانتخابات ممكن أن الوفد الذي يذهب للحنانة يناقش هذه الجزئية. مثلا المعروف أن الأخوة في الإدارة التنسيقية يسعون إلى تغيير قانون الانتخابات والمفوضية وغيرها، هذا قابل للنقاش. حتى الشخص مرشح رئيس الوزراء إذا كان هناك مثلا، يعني هناك دعوات، وأيضا أستاذ داخل الإطار ربما هناك أطراف تتفاوت بدرجة، يعني فيما يكون جزئية الحوار مع السيد مقتدى الصدر، يعني اتحدث يعني ربما هناك يمين الى اليمين او الى اليسار، اي هناك من هو مصر على رايه، هناك من لا يريد ان يتجاوز السيد مقتدى الصدر. لذلك هذه الاراء كلها قابل، يعني ممكن التنازلات النسبيه، المساحات البينيه الموجوده بين هذه الارادتين ان تتبلور لصيغه، يعني الكل يعتبر هذه المرحله هي مرحله انتقاليه، الاتفاق على صيغه الحكومه، الاتفاق على قانون الانتخابات والمفوضيه وشخص رئيس وزراء. ايضا انا اؤمن ان السيد محمد الشياع السوداني شخصيه محترمه ومن التكنوقراط ويمثل، يعني هو خدم في الدوله العراقيه بعد عام 2003، حتى هو في قرار التنسيق اذا احس انه المشكله في شخص رئيس ولا. انا هنا ربما السيد محمد الشياع السوداني يعتبر من الشخصيات المحترمه، ولكن ربما هناك الجهه التي رشحته داخل الاطار ربما السيد مقتدى الصدر او التيار الصدري لا يرغبون بهذا. لذلك انا اعتقد حتى السيد محمد الشياع السوداني اذا وصل لمرحله انه امكانيه تغيير شخص مرشح رئيس الوزراء، انا برايي هو من قرار ذاته وحفاظا على العمليه السياسيه وعلى المصلحه الوطنيه العراقيه، ربما انا لا اقول اتنازل، لا اتحدث نيابه عنه، ما اقصده انه كل شيء قابل للحوار.